شو مسخوت هجده؟ شو مسخوت هجده؟ واحد لاثنين هذو مسخ. شوفوا هذا الفيديو 20 درهم شحال قلتي؟ 20 درهم ويلي انا مول ديما كنجيب 15 و20 درهم اخويا كيفاش درتي لي؟ انا مول ديما اخويا و20 درهم اخويا باش كنجيبو الناس. دابا هذا الاخوان برانك هذاك راه كاين واحد خوه توام كيتشابو راه جالس تحت رجلي كيخرج هذا وكيدير بحال اللي راه عاود خرج ليه. شوف انا غنعطيك 20 درهم ولكن والله وكليتيني في راسي 20 درهم اخويا واش حنا غنتفلاو عليك انا اخويا؟ ولادي وجدودي كاملين شرفك يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي جوادي شهدي لا تعطيه شي لعيبه كيتحمل المسؤوليه ديالي. شوف اختي هذا كيقول لنا الجواد من الجواد هذا باقي معطل لا حول ولا قوه الا بالله. نسات له الكونتور باش تبقى مزيان وغاتوشينا راه كنخدام اختي راه ليش انا هذيك هذه مع الحق قالت لي ديك الساعه ديال الكونتور تبقى مزيان زعما كل شيء واضح. لا اله الا الله باقي زيت فيها هذا من الشيطان باش يقدر يطلع هذا اوف يا عدل شنو دابا نغيبك؟ كيفاش؟ نغيبك؟ انت معاك؟ ها؟ لا انت ولا خويا شتيني والله كلاك تحب النفس ولا خويا باردة القلب ولا خويا اش درت؟ ها؟ اش درت لك انا؟ سمعتك عيرتيني نزلت سمعتك عيرتيني لا تخلى نزيني سولو سولو قلت لي دير نوار مغيب قلت لي دير ليه الكونتور باش هاد المرة ما ديش ذنوبو وسولو ولكن علاش عيرتيني؟ إلا عيرتك لا عطيني مصيبة سولو اللي فيها تخلعات تخلعات قلت له دير ليه الكونتور باش ما ديش ذنوبو ياك انت معايا ولا معاه؟ أنا مع الحق حتى نورمالمون يدير الكونتور باش ما يظلمكش ياك والحاجة آخر حاجة غندير معاه عرفتي شناهي؟ ياك ولا كشفتي معانا في الكاميرا خلعتيني خويا كتبكي كتبكي دوزو الفيديو آخر. شو بلايلي شو بلايلي تصارع اقسم بالله الاخواني لا تصارع هذيك تصروا كيجرح بيديه يا حشومة حشومة حكامة يا صاحبي حكامة خصو حمراء خصو حمراء والتوقيف لكن الحكم ما يقدرش يمد ليه يكون ضربها بكرة تصارع اقسم بالله تصارع الحكم ما يقدرش يجعلو من الدولة هو مازال كيغوت ومازال كي بغيتي ما عندكش تعطيك بيلانتي واخا ما كايناش فهمت انا هاد الناس هادو ها مازال تابعها ما عرفتش كيقول ليها. دوزو الفيديو اخر. رحلتنا الى ارض المغرب البلد الذي يعشق والله انتظرونا باجمل تقارير واجمل تغطية عن هذا البلد الجميل الذي والله وأنا في مطار جدة ما مريت على كوانتر إلا يعني أسألهم أقول لهم وين البوابة كذا أو كذا يقولوا لي وين أنت رايح أقول لهم أنا رايح إلى المغرب يقولوا نخذنا معك. هذا البلد الذي يعشق الذي أحبه الجميع محبوبين من عند الله انتظرونا على أجمل تقرير وأجمل تغطية في البرنامج الأصفر حياكم الله محبوبين من عند الله. ندوز الفيديو آخر. كنحط راسي على المخدر يبانو لي عيني عن سيرك زهاد وانا خف فيك يبانو بغيك شو تلقى راسو على هادو اللي اللور راه ما شافوش انت شو هذا اللي كان قاصر كنحط راسي على المخدر يبانو لي عيني عن سيرك زهاد وانا ما عرفتش اش قالت لي هذيك اش قالت لي ما عارف علاش المهم انا السيد داب كيفاش بغيك من قلبي بغيني من قلبي ما تمش تقبيل ولا شي حاجة حط راسي على المخدر عليه هدب يبانوا لي عيني عن سيرك زهاد يا ودا خف فيك هاد المسيح هاد عالم يبان بغيك من قلبي بغيني من قلبي خليو السيد يعيش واخا روطار هادية دوز الفيديو اخر. الملاكم المغربي إسماعيل لزر لا جسم
ولا عضلات ولا طول ولم يتدرب اصلا على الملاكمه كما والله الا كنقول حتى انا ماشي كاع الفصاله ديال الملاكم ماشي لي ميسكل ديال الملاكم ماشي قالك خليجي ضد الريجيم يضرب المثل يضرب المثل بالمقاتل اسماعيل الزعر اللي ضحك اللي ضحك يعمل اللازم انت شوفها اسمع هذا هو الملاكم المغربي اسماعيل الزعر لا جسم ولا عضلات ولا طول ولم يتدرب اصلا على الملاكمه كمحترف وعامل لخمه لدى الملاكمين على مستوى العالم لا يدوخ اذا تلقى لكمات على راسه وإذا ضرب لكمة أو لكمتين لخصمه يطرح أرضا هذا هو إسماعيل إسماعيل شاب عربي مغربي رصات سنة حبس هنا دابا فاش كنديروا إنجاز كتسبقوا داك عربي عاد مغربي نهار كنديروا شي فضيحة مغربي كتلصقوا على المغرب هذا والله إلا من أحسن الملاكمين اللي كيمثلوا المغرب مزيان والغريب في الأمر كتشوفوا مش حمرة الدنيا كاين غير ضربتي شوف مثل ما تشوف مكرش ويحب الرز والاكلات الشعبيه يحب الرز ويحب كل شيء شعبي وكمان لا يتمرن ولا شيء لكن لا لا يتمرن كيتمرن 100% غير دابا حيت الفصاله ديالو زعما ما كيتريني ما والو كيجي بدا يصلخ في الناس شوفت عينك مقابل ملاكمين مثل الدوالي وفقع وجيههم تفقيع قلنا لكم يا إخوان قضية الرجيم هذه قضية ليست موجودة تبادى بغي يدفع على رأسه القضية ديال كل اللي لقيتي ضد الرجيم المهم ندوزوا الفيديو آخر عندك غير صوت اخوان دابا من هنا قلنا بدا نوعوا المواضيع لان الكره غلا صافي سالا ولي فيديو ديالهم سالا حين موعد لاحق شربك القهوه دوز الفيديو اخر لاول مره بتاريخ ميسي عم ينزل بهذه الطريقه من الاخر اول مره بتاريخه بينزل بهذه الطريقه اللي شفناها قدامنا يعني المستشار تركي الشيخ حرقه حرق هيدا كله كرمال رفض الهلال ويجي على المملكه العربيه السعوديه ليفضل يروح على انتر ميامي بامريكا خطر سواده جابوه تحرقوه في وسط السعوديه اسمع قاموا بالاخر جابوه ليزلوه زل قدام كل العالم انا بس جاني خبر قبل شوي يعني حس بخاطري شوي شكل ميسي انحاش من المباراه السعوديه سببت له عقده قال هذا يوم اللي تقبل الماتش الشيخ عالم تحفه السعوديه سببت له عقده عطى اهميه كامله لرونالدو ولا عبر ميسي بالمره النجم الكبير كريستيانو رونالدو وباخر دقيقه لما دخل ميسي ارضيه ملعب اجى المستشار رفع ايده بالسداسي قدام اعين كل العالم شو مسخوت هذا شو مسخوت هذا واحد لاثنين هذول سته كانوا وجايين يقارنوا الدوري السعودي بالدوري الامريكي بالاخر اكل اربعه من الهلال وسته من النصر بتجمعوا مع بعض بيطلع عندك هيدا الرقم ليش هكذا ولاني انا اللي ما عجبنيش مؤخرا هو التصرف ديال بعض الجماهير السعوديه ولا بعض اللاعبين في اتجاه كريستيانو منهم داك وجه البغل ديال البليهي هو ضد المشروع السعودي ياك بغيتو تجيبوا نجوم تعطيو قيمه للدوري السعودي ولا دوك التصرفات السبيانيه ديال البليهي وبعض الجماهير اللي كيلعب كريستيانو يبقاو ميسي ميسي ما بغاكمش ما بغاش يجي للدوري السعودي علاش نتوما كتلحسوا الكابا هكا عطيو قيمه للنجوم اللي اختاروكم وجاو لعندكم باش يلعبوا عندكم الاخوان اللي وصل لهنا ما ينساش يدير شي لايك وكومونتير تحياتي لكم السلام عليكم